وجه وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق شركة القبضة للصناعات الغذائية بتوفير وزيادة معدلات ضخ وطرح كميات كبيرة من بيض المائدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية تتناسب مع احتياجات المواطنين بما يزيد من الكميات المعروضة بالسوق المحلي وتحقيق الوفرة المطلوبة، على أن يبدأ من اليوم الثلاثاء زيادة معدلات الضخ في المجمعات الاستهلاكية بكميات تصل إلى 10,000 طبق أسبوعيا بسعر 150 جنيها للطبق الواحد بما يسهم في سد احتياجات السوق المصري واستقرار أسعار بيض المائدة.